السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة أتعلم العربية الفصحى بالفطرة والممارسة. اليوم سنتعلم أسماء أطعمة الفطور باللغة العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. حليب، هذا حليب. شاي، هذا شاي. قهوة، هذه قهوة. عصير، هذا عصير. فطيرة، هذه فطيرة. كعك، هذا كعك. خبز، هذا خبز. رغيف، هذا رغيف. هلالية، هذه هلالية. جبن، هذا جبن. مربى، هذا مربى. عسل، هذا عسل. زبدة، هذه زبدة. زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون. بيض مسلوق، هذا بيض مسلوق. زيتون، هذا زيتون. والآن هيا نلعب. أين الخبز؟ أحسنت. أين القهوة؟ نعم. أين الهلالية؟ صحيح. أين البيض المسلوق؟ ممتاز. أين الكعك؟ جميل. أين المربى؟ رائع. أين الشاي؟ بالفعل. أين العصير؟ أحسنت. أين الزبدة؟ نعم. أين الجبن؟ صحيح. أين الرغيف؟ أحسنت. أين الفطيرة؟ نعم. أين الزيتون؟ صحيح. أين زيت الزيتون؟ ممتاز. أين العسل؟ جميل. أين الحليب؟ رائع. لقد انتهت حلقة اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. اضغطوا على اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناة Arabic Immersion. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مع السلامة.